هو بيقول لي ايه؟ ريبريزنت ان ذا نمبر لاين، اللي هو اكسرسايز 3 في كتاب المعاصر، اديشن اند سبتراكشن ان ال. جايب لي 4 بلس 2. اول حاجه يجيب لي 4 بلس 2، بيقول لي ريبريزنت ان ذا نمبر لاين. سهل قوي، انا برسم النمبر لاين كده اهو، الزيرو بيبقى هنا وادي 1، انا بعمل الخط الطويل ده بالمسطرة. بالمسطره، اسمه نمبر لاين، اسمه نمبر لاين. بص بقى انا هعمل ايه، ممكن اكمل براحتي، ممكن اكتب 7 8 9 هو 10 لحد 10. ماشي عادي، لا اي حاجه، مش فارقه. طيب هو عايز يفهمك ان ايه، ان 4 بلس 2 دي احنا طول عمرنا عارفين انها 6. طب بتطلع 6 ازاي؟ حاجه سهله قوي، ال4 انا بمشي كده اهو، بمشي من هنا لحد ال4 هنا كده اهو، بلس 2 هو ماشي كمان خطوتين، يعني كان مشيت 4 خطوات، 1 هنا 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 2 هنا هنا 3 هنا هنا 4. 2 دي يعني ايه؟ بلس 2 يعني ايه؟ يعني بمشي كمان خطوتين، يعني من 4 ل 5 وبعدين من 5 ل 6. فبنقول ناتجين في الواحد، نمشي كمان كده ونعمل كده وننزل على 6. يعني الفور بنشيل 4 خطوات كده لحد الفور، واعمل وانزل كده، وبعدين اقوم ماشي كده، اطلع وماشي كمان خطوتين كده وانزل على 6، بس يبقى 4 بلس 3 بلس 6 كده، انا عملت لها ريبريزنت. سهله ولا صعبه؟ سهل. سهله مفيش حاجه. طب لو ماينس بقى، لو ماينس زي اللي بعدها ده نمبر ايه؟ أعمل من الرقم الكبير لرقم صغير. ايوه بص بقى، 7 ماينس 5 يا بتطلع 2. هنرجع بس أنا كنت بهبل، ما كنتش أعرفها أصلا. لا ماشي صح. بص انا هكتب بس ايه، مثلا 0 بالمسطره طبعا، يعني ممكن اعمله لحد تاني ماشي. 7 فين ال 7؟ اهي هطلع من عندها، بس همشي بقى شمال، ماينس يبقى همشي ناحيه الشمال، يعني هطلع من عند ال 7 كده أما هعمل بلس همشي ناحية اليمين. برافو عليك كده، همشي ناحيه الشمال. طب همشي كام خطوه؟ ماينس 5 يعني هتمشي 5 خطوات. الخطوه بتتحسب منين؟ من 7 ل 6 ادي خطوه، من 6 ل 5 ادي كمان خطوه 2، من 5 ل 4 ادي كمان خطوه 3، من 4 ل 3 ادي كمان خطوه 4، من 3 ل 2 ادي كمان خطوه 2. فانا المفروض امشي كده لحد واقوم نازل على 2 لحد تو، بس، درس سهل تمام يعني اخدها من السفن والسكس بكده. من الاخر. يعني ما اقول لك على يعني حاجه، من الاخر تمشي من 7 قدام ال 7 وتنزل لحد الاجابه اللي هي 2 هنا، تبداي من الفور، تبداي الاول بس ايه ده، بس اللي لازم تعمل ايه 4 خطوات، ولو هتتلخبطي فيها بسيط، اطلعي من هنا من عند الايه، من عند بس لازم ابقى اعمل الفور الاول، الفور الاول كده. المهم ان انا اعمل بس الاجابة الاول وبعدين اعمل الخط اللي هما درس سهل يعني مش عارف. نخش بقى على المسائل اللي بعديها، وده اللي تهمني، اللي هو complete to get a true sentence او true statement، اللي هو question number 2. بص يا سيدي، احنا عندنا حاجه، عندنا لما يكون احنا لسه ما كملناش بقية الأسئلة مش في لازم بقى، ما هو نفس question 1. القصه، كله نفس القصه، تمام. كله نفس القصه. طيب complete to get ما بيجيش في الامتحان قوي، يعني انا يميني كويشن 2 ده complete to get a true statement. بص انا عايز افهمك حاجه، ان انا لما اقول 2 plus 3 هي عيار 3 plus 2، لو حسبنا دي بتدي 5 ولو حسبنا دي هتدي 5 ماشي، 2 plus 3 هتدي 5، هي 3 plus 2 هتدي 5 برضه. فيقولوا يقولوا على دي ايه، يقولوا عليها ايه، commutative property، يقولوا عليها بصي commutative property، طب لو احنا قلنا ايه، لو احنا قلنا ايه مثلا، جبت 3 ارقام زي مثلا 3 plus 4 plus 6 مثلا، 3 plus 4 بلس 6، بيقول لك لو حصل ان انت جمعت الاثنين الاولانيين ده
وبعدين زودتيهم على 6، هي لما تجمع الاثنين الورانين دول وبعدين تزودهم على 6. طب نجرب كده، 3 بلس 4 7. مش فاهمة الحتة دي. تاني، لو انا عملت الاثنين دول بلس بعض، 3 بلس 4 كام؟ 7. نو 3 بلس 4 كام؟ مش هي 7؟ سي اه 7. 7 بلس 6 هتديك 13. هي لو انا عملت 4 بلس 6 الاول كام؟ 10، ورجعت 10 عملتها ايه 7 بلس 6 13. 13. هي لو انا عملت 6 بلس 4 10، وال 10 اللي طلعت عملتها بلس 3 هتديني برضو 13. يعني كده كده الانسر هتطلع 13. فالرول بقى دي، البروبرتي دي يقول لك عليها ايه؟ يقول لك عليها اسمها اسوشيتد. يعني البروبرتي اللي فيها براكتس دي، يعني لما اسمع احط ايه؟ اسمها اسوشيتد. ما انا هكتب اسوشيتد بروبرتي. اكتب الكلمة دي عندك في الكراسة والكلمة دي عندك، أو استنى أنا هصورها وأبعتها لك. مصورها انا سكرين. أوكي ماشي، صوري عشان الكلمة دي مهمة. طيب. صورت ثانية واحدة عشان كده هزود. طب الرول التالتة هي إيه بقى؟ إن أنا لما أقول مثلا، لما أقول 5 بلس 0، مش هي 0 بلس 5؟ صح؟ لأن دي إجابتها تطلع 5 ودي إجابتها تطلع 5، يعني الإجابة في الآخر تطلع 5. يقول لك على دي، يقول لك عليها اسمها إيه؟ اسمها أيدنتيتي. أيدنتيتي بروبرتي. عشان هو بيجي يقول لي إيه؟ ستيت ذا بروبرتي، يقول لي البروبرتي. يبقى دي اسمها إيه؟ اللي فيها تبديل دي 2 بلس 3 هي 3 بلس 2، يعني لو لقيته كاتبها لي كده ومبدل، هو انا قايل له ايه؟ كوميوتيتيف. طيب لو لقيته حاطط لي براكتس كده بنسميها ايه؟ اسوشيتيف. طيب لو لقيته حاطط لي فيها زيرو كده بنسميها ايدنتيتي. بنسميها ايه؟ تمام. ايدنتيتي. تمام؟ ايدنتيتي. عشان خدي بالك، عشان انا هخليك تكمليهم دول. بس هتكمليهم عندك بقى في الكراسه. ليه نعم؟ ليه ليه ايه؟ عشان تحلي معايا. امال ايه؟ هحل الناس منهم واخليك تحل برضه عليهم. تمام. امال انا ابدا احل وانت بتسمعي مش هتستفيد. بفر لا مش هتستفيد. طيب بص بقى معايا كده. فلو جينا بصينا كده على اول سؤال اهو، ماشي؟ يعني هو جايب لي ايه؟ جايب لي كومبليت. انا دول بقى عشان افهمك بس القصه مش جايه. صورتي الحته اللي تحت دي؟ لا طب صوري عشان الايديتي. الثلاثه دول يهموني قوي. صورته ماشي. احفظهم يعني. هتحفظ دول طبعا. يبقى لو انا بدلت تمام اسمها كوميوتيتيف. لو انا انا هحل انا مسائل من عندي عشان اخليك تحل دول. هل المسائل من عندي شكل اللي عندك عشان اخليك تحل دول دلوقتي. بس تمام الأول أفهمك الفكرة الثالثة. ثانية، أفهمك مسائل على الجول الأول. بص يا ستي، يعني لو هو جه قال لي مثلا إيه؟ من عندي أنا دي بقى، مش من المعاصر. أنا هحل من عندي وخليك تحل بتوع المعاصر دلوقتي. لو جه قال لي تمام مثلا كومبليت، وقام كاتب لي إيه؟ قال لي 300 مثلا 15 بلس مثلا 280 ايكوال 280 بلس، وحط لي هنا 60 نقط كده. هقول له انا ايه؟ هو يعتبر بدله، يعني 315 بلس 280 هو بدله، كتب 280 الاول يبقى بلس اكتب 315. 315. بس عبيط قوي. طيب عبيط قوي. والله انت كده بدلتي، صح؟ مش ده تبديل؟ مش ده كان الاول وده الثاني؟ انا بدلت، خليت ده الاول وده الثاني. تبديل، يبقى اكتب له جنبها كوم يوتيتيف. واخدين لي كلمه مثلا بروبرتي. أولى ابتدائي
لازم اكتبه في البراكت اللي جنبها كده كوميونتي. طيب تعالي نشوف مثلا، هدي واحده تانية. اه طب عامل لي كده، قال لي مثلا 15، انا بديك مثال شكلهم عشان انت تحل انت الباقي. قال لي 15 بلس نقط ايكوال نقط بلس 15 ايكوال 15. اكيد طالما الاجابه طلعت في الاخر 15 يبقى هو كان حاطط هنا زيرو، صح يا روى؟ اه عشان 15 بلس زيرو بتدي 15 في الاخر، وبرده 0 بلس 15 بتدي 15. طب اكتب له جنبها البروبرتي، هيكتب له هنا ايه؟ ايدنتيتي. طب يعني ايه الكلمات دي؟ كوميوتيتيف يعني احنا بدلنا، ايدنتيتي يعني ان ده لما زوده على اي حاجه، يعني الزيرو ده لما بتزوديه على اي رقم ما بيأثرش فيه. الزيرو اللي عملتيه بلس 15 مش تطلع الاجابه 15؟ فيقول لك دي اسمها ايدنتيتي. ايدنتيتي يعني ان هو ما بيأثرش. في ناس بيسموه نيوترال، ماشي؟ يعني في ناس بيسموه نيوترال، تمام. بس انا قلت ايدنتيتي اسهل، يعني ايدنتيتي او نيوترال، ماشي؟ اه عشان نيوترال دي اتلخبطت، ايدنتيتي وخلاص. ماشي. طيب يبقى لما تلاقي فيها زيرو كده تقولي له ايدنتيتي، تلاقي فيها زيرو او 1 فيما بعد هناخد ال 1 برضه، لو لقيت زيرو قولي ايدنتيتي، لو لقيت 1 قولي ايدنتيتي. طيب تعالي بقى دلوقتي، بس ال 1 ده لسه قدام شويه لما ناخد التايم سكيل. طيب تعالي بقى دلوقتي، لو البروبرتي الثالثه ان هو يعمل لي ايه؟ ان هو يعمل لي كده، بصي هتلاقيه كاتب لي مساله كده نفس الارقام، يعني يقول لي ايه مثلا 13 بلس 25 بلس 16. بص بقى تلاقيه كاتبهم لي هم همهم زي ما هم، يعني هم قايل لي مثلا ايه 13 بلس 25 بلس 16، بس هينقص لي حاجات بقى. الاول هتلاقيه حاطط لي، هتلاقيها مميزه بايه المساله دي؟ لما حاطط لي البراكت على الاثنين القدامانيين دول على اول اثنين، وهنا حاطط البراكت على ثاني اثنين. شايفها؟ يعني حاطط البراكت هنا على الاول الثاني، وهنا حاطط البراكت على الثاني والثالث. معايا يا روح؟ أيوة. وهتلاقي بقى منقص لك حاجات، ممكن يقول مثلا منقص لي دي نقط، وهنا يقوم منقص لي مثلا دي يحط لي نقط. طب ما هي سهل اكيد، الثلاث ارقام اللي هنا هم الثلاث ارقام اللي هنا، ولا ايه؟ أنا هكتب يعني ده 13 13، 25، هكتب 25، ما هنا كان 25 اكيد. وعند ال 25 اهي 16. 13 هي 13، 25 25، 16 يبقى 16. طب هيقول لي اسم تمام. البروبرتي جنبها بقى، اسمها اسوشيتيف، اسمها غريب شويه. اسوشيتيف يعني تجميع، يعني تحطهم مع بعض في براكت، ودول نحطهم مع بعض. تمام. فانا اكتب لي خاصيه، انا مش همسحهم، عشان لما تيجي انت تحليهم مش همسحهم، عشان اللي عايز تدي لي اسمهم من على البورد على طول. اسوشيتيف اوكي. بس. ممكن انت، ممكن انت تحلي لي بقى دلوقتي، اديكي يعني 10 مينتس كده تحلي لي الاكسرسايز دلوقتي ده اللي هو نمبر 2. نمبر 2 كله اه نور فور كله ايه ده؟ هم 5 مسائل، 3 و3 6 و2 8. اني حلو اكتب الكلمات. اه حلو، اكتب الكلمات عشان تحفظيهم معايا. تمام، هي سهله. طب لو في حاجة غلط نعدلها صح؟ ايوه، ما انا هرجع احلهم تاني عشان لو في حاجه غلط نعدلها، ما تلاقيش. تمام ماشي، يعني هديك فيهم مثلا 10 مينتس كده ولا حاجه. 10 مينتس تمام يعني، بص يا، بص يا اروى، اللي هو نمبر الكويشن نمبر 2 شايفاه؟ طب اول مساله عندك بتقول ايه؟ اللي هي ايه؟ اول مساله اه ليه ايه بتقول ايه؟ 2 1 3 بلس 5 7 ايوه equal 5 7 بلس تيجي بقى انت نوت. اللي على النقط. تمام كده خلاص، هي الإجابة هتطلع 2 1 3. بس كده خلاص. ممكن تكملهم لي وتكتبي لي البروبرتي جنبهم، اديك فيهم 10 مينتس كده تكملهم لي البروبرتي جنبهم. ماشي. اوكي اوكي. يلا، وانا كاتب لك الاسماء اهو، وتقعدي تكتبي الاسماء دي يا اروى. ليه؟ لسبب، عشان نحفظهم. هم واضحين الاسماء ولا مش واضحين؟ واضحين.
سيبك 10 مينتس كده وارجع لك ونخلصها. تمام. هو لو تمام؟ مفيش حاجة فاهمها أصل حضرتك، اه سيبيها، لو مفيش حاجه فاهمها سيبيها، انا كده كده هحلهم تاني. حل اللي تمام انت عارفاه فيهم بس، حل اللي انت عارفاه فيهم. خلاص؟ اوكي. طيب انا بس عشان انت تفكري فيهم. وقدامك الثلاث مناظر اللي فيها زيرو هتبقى ايدنتيتي. تمام متبدله هتبقى كوميوتيف. هي باينه اهي، هم الثلاث اشكال دول اصلا. هتلاقي كل المسائل ماشيه على الثلاث اشكال دول، مش انا ما مسحتهمش. تمام يا اروى؟ تمام واصورهم وابعتهم لك برضه. ايه ده كوميوتيف، كوميوتيف اول واحده كوانتم، كوميوتد. والكلمه بتاعتها كوميوتيف. ماشي، طب اللي بعدها عملتها انا ايه؟ كتبت 149 149 والكلمه بتاعتها عملتها ايه؟ وطلعت اللي هي اخر واحدة دي. كوميوتيف برضه. لا كوميوتيف برضه، ما هي مبدله اهي، مش مبدله. انا بقول لك 149 بلس 673، هي 673 بلس كام؟ يبقى برضه كوميوتيف. هسيبه مكتوب. طيب مكتوب. طب اللي بعدها نمبر 3. ثانية نمبر سي. هو كان بيقول لك ايه؟ 17 بلس نقط ايكوال نقط. ممتاز. زيرو زيرو. ايوه يبقى ده 0 وده 0 ودي 17 اللي هي الايدنتي. ده ايه؟ ايدنتي. ماشي. طب نمبر دي عملت 27. ايوه 27 اللي هي الايه؟ برافو اللي هي الاسوشيتيف. ماشي خلاص، اللي هي الاسوشيتيف. اسوشيتيف عشان ايوه تتكلم انا كنت اسوشيتيف. طب بص نمبر اف دي جايب لي ايه؟ جايبهم لي بس بحروف. بيقول لي ايه بلس؟ عملتها عملت ايه طيب؟ في اللي هي في الاخر اللي هو كاتب لك هنا ايه ايه؟ صح، ايه بلس بي ايكوال بي بلس ايه؟ اقول له انا بي بلس ايه؟ ماشي، ايه وهتبقى ايه؟ هتبقى كوميوتيف صح؟ طيب إيه اللي فيها براكتس اللي تحتها دي برضو اللي هي ايه بي وسي؟ ايه؟ النقط بلس ايه بلس بي ايكوال برضه عملتها سي صح، سي بلس مش عارف اه ايه نقط صح بلس بي. خلاص كله ناقص السي، هيبقى هنا سي، هنا ايه يبقى هنا ايه. خلاص ودي طالما فيها براكتس هيبقى اسمها ايه؟ ادنت لا اسوشيتد، اسوشيتد براكتس اسمها اسوشيتد. ماشي. طيب بص بقى اخر سؤال. ايه بلس ايه خلاص بقى بلس خلاص بقى نقط ماشي. ايكوال انا عملتها دي. اه انا بتكلم على اخر سؤال فين بقى، اللي هو كويشن نمبر ايه اللي تحت خالص، سي كويشن نمبر 3. هنا بيقول لك يوزنج ذا بروبرتي. بصي بصي بقى جايب لي هو ايه، بيقول لي 28 بلس بلس 72. طب ما انا دي انا ممكن اعملها على الكالكوليتر على طول وتطلع. قال لك لا، يعني اقصد ممكن اجمعها على طول. قال لك لا، عايزين نجمعها بطريقه معينه. طريقه معينه ازاي؟ هو النمبر ده بادئ بايه؟ النمبر ده الوانز بتاعته او اليونتس بتاعته ايه يا ارواح؟ يعني بادئ بايه؟ بايه؟ اي صح؟ دي يونتس وده تنس، خدناها في ابتدائي. في ابتدائي ده يونتس وده تنس، او ده بيقولوا عليه وانز وده تنس. طيب خلينا في اليونتس. اليونتس بتاعته كام؟ مش 8؟ طب هي 8 بلس كام تديكي 10؟ 8 بلس كام تديكي 10؟ ايت بلس كام من ديجن مين الرقم اللي بادئ ب2؟ من الرقم ايه؟ اللي بادئ ب2 بالارقام دي 72. ماشي، هنقوم كاتبين ده الاول ونجيب ده ونكتبه جنبه ونخلي ده في الاخر. مش انا كده بدلت؟ بس اللي في الاول زي ما هو. ايوه ماشي، بس المهم بدلت الاثنين دول مع بعض، ده وده بدلوا مع بعض، ده وده صح؟
طالما بالدلتا الكاتب هنا ايه؟ كوم يوتيتر. انا بدلت. طيب نرجع بعد كده، انا جبت الاثنين دول جنب بعض ليه؟ عشان الايد والتو بيعملوا تاني صح؟ طيب بص يا ستي، هقوم راجع كاتب الكلام ده تاني. تاني ات ات 72 بس هحط براكت على اول اتنين دول. اشمعنى؟ عارفه دول لو انا جمعتهم طالما بديت بزيرو كده، هم كام رقم؟ مش رقمين وده رقمين؟ لو جمعتهم هيدي لك 100. وجربي اجمعيهم كده اهو. دي محتاجة حسبة. ده مش محتاج. هو انت لو جربتيهم دايما بيكون مظبطهم من 100، ولو ثلاث ارقام 100، هو بيكون مظبطها كده. جربي حتى 2 بلس 18 0 اند 3 اب 1 1 بلس 7 8 8 بلس 2 10 طلعت 100. شفتي؟ معايا اروى؟ ايوه. فالاثنين دول يعملوا 100 ولسه في 15. طيب 100 بلس 15 لما اجي اجمعها سهله، 5 بلس 0 5، 1 بلس 0 1. 105 115. بس خلصت المسألة. طب ما أنا كنت ممكن أجمعهم من الأول، بس هو عايزها بالطريقة دي عشان يشوف كلمة إيه؟ كوميوتيف. ولما أنا حطيت براكت أكتب له جنبها كده أهو أسوشيتد، لازم أحلها بالمنظر ده. سهلة ولا صعبة؟ سهل. لك كمان واحدة خليك أنت تحلي. تمام. صورها بس دقيقة. بص يا ستي، هناخد كمان واحدة اللي هي دي. أكتبها تعالي. وهبعت لك كل الصور دي، ما بتدريش. بس هاخد واحدة من اللي فيها بقى ايه، أربعة. ازاي؟ بصي هسيب لك انت السهلة اللي تاني واحدة دي، اللي هي نمبر دي ونمبر بي والكلام ده. نمبر ايه؟ تمام. بصي هناخد واحدة من اللي هي ايه، بصي ناخد نمبر واحدة كبيرة بس، ناخد نمبر ايه؟ نمبر اف. بصي نمبر اف دي من كتاب المدرسة وكبيرة كويسة. نمبر اف كاتب لي ايه؟ بصي لا تقدر. عادي عادي، هنعمل حركة حلوة أوي. لا 973 بلس 299 بلس، تو تو سيفن ماشي، بلس 901. بص ده يا سيدي، هو ده بادئ بإيه؟ بناين سيفن ثري لا بادئ بإيه؟ ب 3. هنكتب ده الأول. هي 3 بلس كام تديكي تاني؟ سريم بلس كان تزيدن سيفن. فين اللي بادئ ب 7؟ تو تو سيفن هنجيبه جنبه. سهلة؟ سهل. طيب خلصنا ده وخلصنا ده، ندخل على ده. ما ده خلص وده خلص، نكتب ده 299. مين اللي مين اللي مين اللي مين اللي 299 بدل ده بادئ بإيه؟ بناين ال 9 مع كام تدي 10؟ وان. يبقى ده بادئ بوان اهو صح؟ اه انت كده بدلت الاماكن، كده بدلت الاماكن، يعني دول بدلوا اماكنهم. في تبديل اي حاصل. قام كاتب له جنبها ايه؟ كوميوتيتيف. فاهماني؟ اي معايا يا قمر؟ ايوه. هتكتبي اللي انت كتبتيه ده تاني، الجديد ده تاني، الجديد ده تاني، بص التاني بالظبط. ليه؟ بس هنعمل ايه؟ مش احنا جبنا اللي فيه 3 مع اللي فيه 7؟
حطهم في براكت، يعني اكتبه تاني عشان نحطهم في براكت، ودول تمام. في براكت. ايه رايك في الهبل ده؟ سهله ايه صح؟ وتكتب هنا associated طيب لو جينا نجمع دول، بصي لو جينا نجمع دول سهلة قوي، بصي 7 بلس 3 10 اند كاري اب 1، عارف موضوع الجمع ده ولا مش عارفاه؟ عارف موضوع الاديشن ده بلس 7 بلس 3 10 اند كاري اب 1، حط على دي 1 بلس 2 3 3 بلس 7 10 0 اند كاري اب 1 1 مع 2 1 بلس 2 3 3 بلس 9 12 سهلة؟ سهل. تبقى 1,200 بس 1000 نجمع دول كده 1 بلس 9 10 0 اند كاري اب 1 نحط الرقم اللي بعده 1 بلس 0 1 1 مع 9 10 0 اند كاري اب 1 نحط الرقم اللي بعده 1 بلس 9 10 10 بلس 2 12 سهلة؟ سهل. هنجمع الرقمين دول 0 مع 0 0 0 مع 0 0 2 مع 2 4 4 1 مع 1 2 هو عايز يعلمك ايه؟ عايز يعلمك 2,400 هو عايز يعلمك ان انا ممكن الاربع ارقام دول اجمعهم بطريقه سهله، بس نجيب اللي بادئ ب 3 مع اللي بادئ ب 7 عشان يعملوا تاني يعملوا زيروهات يعني، ونجيب اللي بادئ ب 9 مع اللي بادئ ب 1 عشان يعملوا زيروهات. فهمتي اروع الفكره ايه؟ هاي طيب دي لك انت بقى ايه، بصي ممكن تغديري نمبر سي ماشي ماشي ونمبر اي، لا سي ودي، بصي خدي لي سي ودي واي وجي، سي ودي سي ودي واي وجي تعرف تعملهم لي؟ لوحدي ولا لوحدك سي ودي واي وجي وهنعملهم مع بعض تاني. خدي هقول لك على حاجه المقرره هشيلها لك، بلاش جي، خدي سي ودي واي عشان باخدنا كل واحده من كل نوع. هو انت عشان أعمل يقعدوا إيه؟ طيب سي ودي واي سي ودي واي السي و إيه و دي سي ودي واي و جي لا بلاش الجي بقى، خلاص انت عماله تقولي لي الواحد كتير خدي سي ودي واي يا ست يا ست ما كده كده هي اللي هي إيه الإيه برضو أرقام أربعة. طب هقول لك على حاجه، خدي سي ودي خلاص يا مستر اخد السي و الإيه و الزي و الدي. طيب ماشي، اصل الجيك مني هم 5 ارقام في دي رقم هيبقى لوحده، فخدي لي انت يا ست ايه، خدي لي سي ودي دي واي واف، الاف زي سي ودي واي واتش، بصي سي دي اي اتش ممكن تحلي دول السي والدي والإي والإتش. لا مش اتش معلش يا عمال كل ما علم عليها شغل من و اتش سي و دي و اي و اتش ينفع؟ ماشي. يلا أحلام في كورسة. تمام. ما هو بصراحة عشان انت ما بتحليش في البيت فانا بخليك تحلي هنا فاهماني؟ يعني لا بتحل بحل على فكرة ساعات في البيت. طيب ما انا فاهم، بس احنا بنحل هنا اكتر يعني، حل هنا اكتر بحيث لو انت حليتي في البيت قليل، عشان انا عارف بتبقى مشغوله في المواد التانيه، يبقى انا ضمنت ان انت حليتي كتير. فهمتي؟ ليه بخلي الطالب يحل في أي. الحصه؟ عشان اضمن ان هو حل كتير، لو ما لحقش وبيذاكر المواد التانيه وما لحقش يحل كتير في البيت يبقى هو حلل معايا هنا في الحصه برضه. معايا؟ أي. طيب يلا مش صغير أنا كبير. طيب ماشي، بص يا سيدي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي 573 573 بس كده
هي اصلا جايه من كتاب المدرسه كده 573 بلس، طالما رسم جنبها كتاب كده من كتاب المدرسه. لا ماشي، يا مستر، مش هي دي سي؟ 7 5 3. لا اه ماشي معلش 753 وده 972 وده 247. حلو قوي، باينه جدا يعني. ده الاولاني ده بنكتبه دايما من زمان. هو بدايته في الاصل، بناخد معاه مين؟ عشان تجيب بس 7 ايدي تاني، يبقى نجيب ده جنب وده نخليه كده بس. دي كده ايه؟ هوم روتيتيف. طيب نبتدي بقى اكتبها تاني زي ما هي، تاني بالظبط زي ما هي بالظبط. سهل والله خالص، بس نحط براكت على دول عشان اللي هم بادئين ب 3 و 7 دول اللي انا جبتهم مع بعض، ونكتب له نو اسوشيتد. ماشي طيب، جينا بقى دلوقتي دول لو جينا نجمعهم اصلا 7 بلس 3 10 0 اند كاري اب 1، 1 بلس 4 5 5 بلس 5 10 0 اند كاري اب 1، 1 بلس 2 3 3 بلس 7 10 سهل بلس 97. طب انا لو جمعت دول اللي هيحصل 7 بلس 0 7، 9 بلس 0 9، وهتفضل الاثنين دول مش لاقي حد اجمعهم معاهم هينزل، صح ولا لا؟ طلعت معاكي كده؟ تمام يا صديقي، اعملي بقى ايه صح عليها واكسلنت وستار والحاجات دي كلها. ماشي؟ بس من نجمة ايه نجمه كده، تعملي كده بعد كده تطلعي كده تنزلي كده كده، فهمتي حاجه؟ لا طيب ماشي طيب، هصور لك انا دول وابعتهم لك، وحلي بقى انت الدي والاتش دول. ماشي او انا تقريبا عملتها بس طلعت حاجة تانية. خلاص طيب، يعني انت فهمتيها بقى كده خلاص. بقول حلو عن النجمة، بقول عن النجمة مش عن حد. عليك. ما طيب ثلاث طعميه بس طيب، او بطاطساي طيب. ماشي طيب خلاص، واشوفك ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله. ماشي، سلام.